واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله ان شاء المولى وحق بالله بين ايه افضل يكو الى ايه كنتم يلبا من سوره النحل وجزكي طبنا في لون سوره سورة الأنفال ومدني وحين صوصة وحي غزوة البدر وحل الإلهان الله بركة وبيه سبحانه وتعالى الله تعلم إلى فتنة لما تنشيط اللواية وإعداد ألا كل سنة وحل للا عبد أسري هذه المركز يبتون هذا لوانا دقاتان وابتدائنا الله بركة والمريض هذي جيدان وحق الدينان الله بأجين القابلين في إذن الله سلاح فقال الله وكله وعلمه وقال أنما غنمتم فحد غني من ستين أو فشين أو من شيء وفعونا أما هي رادة أو حفظ ناريه فإن بالله الله أصبنا لخمسه شمال ومال ولذ رسوله أصبنا لك ولذ القرباء قرابة هو صاحب قابه أصبنا لك قرابة النبي عليه الصلاة والسلام يا ولي كما أقولها أن أبوها بنتي أو فقرها أهادين أما يالي أهاني فو فقر ذا أدوى سيرية والمساكين ذكا أو فهيسان أو مساكين تا وابن السبيل ذكا سعطة لو صحيح وقد ماتي إن كنتم هداتين سدا سيانا ويغني مدوا سدا هداتين أمنتم كور رمي بالله ألا كور رمي هداتين سدا سيانا وما شيء كور رمي هداتين أنزلنا أن تجني على عبدنا أصلاً خليل الدشيسة يوم القرقان مالسي حقيقة الفلسطة أن كنت تجني يوم تقل جمعاني غرض الجماعة مكي كل مين مثل بتجي وقليمة قليمة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول مكي كم رمين وكوي قال ذلك اليوم الإلهين أنك ومعيد الله وأنك إحل كوي تلقى سيكيو بين أنك ملي من إلهين كوي نبقى دفاعيا أنك ملي من إلهين فالذي قال يا رسول الله لو لي غير قيد صالحين كما ما كتقيدين في باطلا قيدين في لقيدين في باطلا ما كغنيمة لي يفيدوا علما قال وحيلين واسكم وما أفا الله على رسوله وحيا الله نبي يسي مسوع عليه فلله وللرسول وللقبى وللقبى في الله يكون الدولة بين الأغنياء كاس فيدي بها بركة كاس وحي آية داس أمه قطاع قبي آفا وحي النبي قال هذا تقال الآن وقصة نقضي قون تقال لغو قفتنا نبي قالوا تلين أي مرتدد كاسو سيني ماشا لو حي أمو قطع انت شن ميل الله دلو أفر ميل الله وحالة سين تقال يهنين تالسين يا طول الدكاع انت لهاي ميلنا شن ميل الله انت الله قيبي يا سيد الله قيبي قيب تليلي هي الله بالي واتكبر كيس مقع على الله بركيسني قيب تنبي زيت أليلي هو عليه السلام يقول marka shanta khumuskii shan meelood meel afar waxa la fiye qoladii meel in kala shan loo dhigayo meel nabiga iska leh calayhi salaatu wasalaamu sidoo doonayeen laakiin meesha la qeyb ku jiray kuma dhigay in suuciyo masaalix muslimiin buu ku xinay meel la qaraabada la fiye qaraabada nabiga calayhi salaatu wasalaam keebani al-mutalib keebani al-matlabi keebani hashim afar tii macd nawafay nawfad bin abd munaf عبد الشمس بن عبد المناف يا مطلق بن عبد المناف هاشم بن عبد المناف في هاشم والنبي قد سودة يا غير مطلق بعد عقل نحن نقول بن هاشم لمن ما قلت بي عثمان بن عفان وغير بني عبد شمسها هي جبير بن مرعن وغير عبد نوفلها لا قلت بي نبي روح علي يا رسول الله أنك يا غير مطلق اسم إنبا كوتشها هي قد سواء قرابة تتوحوات في سارة واسدين وكوتشها نحن وبن المطلق كعضو واحد أنا جيبا لما يسوه مثل ما يقول وبرق الجاهلي جيبا لما طلب يليم من هاشم بأسرع سنة مركي نبي الله محمد قيس كوري اللي قد أدومي وشعب الحجين اللي قد أدومي اللي يالا قبل سنة واللي قد سنة اللي قدين جيبا لما طلبوا ملان كلا وضعهم في ملان كلا مكا عبد المطالب كل شيء عبد المطالب كل شيء وأليب شيء شاسع صو قاضي أو مجينة كقاضي وأظل عبد المطالب ليه هاي سيدا سيكون عليه marka qaraabada la jeeyo waxay bani al-matlaq iyo bani hashim wixii muslimo marka qaraabada nabiga hadii la yidhi nabiga ka dambeeyay sidee loo kalay qaybti nabigu helayay
culimada waxay leeyihiin waxa loo dhigay khaliifka imaamka meeshaas lagu oosalka islaamka haya yaa loo dhigay oo isagu ku tadarusan tihi qaraabadii nabigu lahaydna mufasiriinta qaarkeed waxay leeyihiin culimada qaarkeed khaliifka meeshuus lagu qaraabadiisa qaara qaarna waxay leeyihiin waxa la siin qaraabadii nabiga la siin sidaas ayay xoog badan in qaraabadii nabiga la siinay intooda fiican qaraabadii nabiga la siinay marka haddii waayaan qaraabada nabigu khumuska hadday waayaan oo deegmuna jirinba khumus zakadii ma qaadanay zakada ma qaadanay qaraabada nabigu waa wasakh dad buu yidhi oo ma qaadanay loomana ogolayn marka ma qaadanayaan hadda hadday waayaan ma qaadanayaan waxaa la leeyahay waa la siin zakadii waa la siin hadday khumuskii ay waayaan waxaa kaloo la siin agoonta marka agoonta kuwa aan fuqarada ah iyo kuwa kale ma isku midba culimada qaar waxay leeyihin fuqarada un baa la siin qaarna waxay leeyihin kuwa xoolaha le laftooda waa la siin masaakiintu waa sidoo kale waa dadku wax ku filan aan haysan kuwa socotada waa kuwa safarka la goosahay uu ka dhammaatin wey waclamu ogaada dadkiiyo annamaa qanimtum waxaad qanimaysateen oo min shayin ruuna waxaa kaloo culimada qaar leeyihin fey ah iyo qanimadu waa isku mid oo iskusu un baa loo qaybo laakiin middaa fey oo suurat lxasri ku jirta fey oo la qaybinino la kala khumus bicinin yaa falilah wali rasuul lin qurba waliyatabaa mitu fi laa yakun dulat min alganiya siwa aqniyadu yuuna ku wareegi taa lama khumus bicinin tanna waa la khumus bixiyey marka culimada waa isku mid lehin sidanaa loo qaybin waa la khumus bixin bay leeyihin waclam ogaada annamaa qanimtu waxaad hesheen weye qanimadu wixii la helay wey oo min shayin wuxuuna ama ha yaraada ama ha badnaade fainna lilahi alla waxaa usugnaaday kumusuru shan meelood meel baa usugnaaday oo markii shan meelood loo dhigo afar waxaa la siin qolada dagaalka gashay khumuskii kale allah baale iyo weli rasuuli rasuulkaale marka allah baaladu waxay ka dhigan tahay magaca allah la barakaysan mooyaane rasuulkaale iyo iyo weli dhulqurbaa qaraabadii nabiga iyo usugnaaday qaraabada kuwuu saaxiib ku usugnaaday oo qaraabadii nabiga qaaday khumuskaa shanta meelood loo dhigo meel kamida nabiga qaada intiisa ka dambaysana khaliifka qaada waxa weeye qaraabadiina way qaaday iyo walmasaaba amoonta fuqarada un masaakiini dadka waxba haysan iyo mid sabiil sidaas weeye sidaa ogaada oo rumeeya weye in kuntum adaati aamantum kuwa rumeeya billahi alla rumeeya ood mu'miniin daba timiin wamaa shay kuwa rumeeyay haddaa tiin anzalna aan ku dejinay calaa cabdilaha addoonka yaga yowma sulqaani maalintii kala baxa wamaalintii xaqiyo baadilku kala hadee wamaalintii beder weye mucjizad la yaab laa dhacday yowma ltaqal jamcaani labada jamaaco jamaacatu shaytaan iyo jamaacatu raxmaan maalintay kurmeen weye wallahu alla subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shay laaka kulli qadiirun ka karan alla qudradiisu waa midda beder guusha islaamka siisay weeyaan oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin kunnin oo hubaysan saddex boqol oo dagaalka kusoo talagelay kunnin oo hubaysan ay ka adkaadeen waa mucjizad la yaabna weeyaan allahu calaa kulli shayin qadiir id waktibuu dagaalkaasi dhacay antum idinku aad ahaydeen bilcudwati dunya daanta dhow oo madiine u dhow wahum iyaguna bilcudwati alquswa daanta fog oo madiine ka fog oo xagga makaad u dhowbay ahaayeen warakbu safarkii faashi ee xoolaha wadayna asfalo way ka hooseeyeen mid muxadinoo xagga badda idinka maray walow tawaacadtum haddaad ballami lahaydeen idinkii yagaaladaa kunkanina haddaad dagaal ku heshiin lahaydeen oo wakti qabsan lahaydeen lakhtalafum waad ikhilaafi lahaydeen kuma idin heshiisteen fi licaadi ballantaa oo waxaad dhihi lahaydeen waanu yagaaday dagaalka ma gelayn iyaguna waxaa laga yaabaa wax kale inay yidhaahdaan walaakin ma idaan ballamin idinkoon ballamin bu alla iska siina horkeena liyaqdiya allaahu in alla xukumo fuliyo amran amar amarkaasoo kaan ahaa mafcuulan kula falayo kol laba la daaye iyo oo amarka la fulin lahaa waa maxay islaamku inay xoogaystaan oo guulaystaan qoladii mushrikiinta ahaydna ay meeshaba ka baxaan waa amarkaa dabadeedna liyahlika inuu halaagsamo man halaka qofka halaagsamay oo gaalnimada kusii jira markaa markii mucjizadan la arko si uu halaagsamo qofka halaagsamo gaalnimada kusii jira cambayinata bijacada waadixa cambia isagoo yacni waxba ka qarsoonayn oo islaamku xaqa xaqa xaqu inuu xagga islaamka jira og oo yaxyaa uu noolaado man haya qofkii nool yacni uu mu'min noqdo qofkii mu'min oo imaamkiisa hayso mar haddii mucjizada la arkay cambayinata bijacad xaggeed wa ina allaha allana subxaanahu watacaala la samiicun ka maqlo weye caliimna oo yar marka nabiyullahi maxamed loo sheegay degta daanta xagga madiinaadinta laad bay ahayd meeshay biyeen yaa idinku joogteen iyaguna daanta fog bay joogeen oo xagga makaa jirta
كوهي أسوسي وشير الصفر كي أوصي لحد حياتي يبقى إيمانه فكا وحيا هاي الثالة اللي ولا محمد وقضر هاي بدل للي يبص بس بن عمر هي عدي ابن أبي الزغبة ويثبت صوتها هي هو الرسول هذا هذه أبو سجان الذي يحيث هو الدكتونة بدل في إيمانه بدل كل الصوخ بيه اللي يسوه إيمانه قضايا بيه اللي يسوه إيمانه لأن يرهار يلوه دوين فإنت أوصي في الفريسيستين ويبيكت على السلام فهو حي مغلين لما قبل أولاني نعقي لي شيء لنا إلى أن ينبه من صفر في أبو سكوى ودين إنه كان الكائن خير في السؤال وأن نقضي المرة نبي يكون مقنية أبو سكوى باطفات يا إيمان أولي نمبا كلام هي لما قبل أولاني قبل أولاني ويلي لي إلى ذي الجدي بن عمى يا يمكن إستاجه هو أتمنى واحد في الكسو مرك أبو سكوى نكي ويمي وروح سنقري يمكن محمد أولاني كيسين ما يلسل مكان مقشي وحول المايا لكن لما نبقى هالكا وحفل الشيستين سبية كان صدين في هالكا خلقه أبو سنوان ميشي بتبيه سالة دي أورتو بلتين وصاو قادة مركو قبل الله سنرين باكو جبت ولا هو بيت مدينات من في مدينات بحوالا الله سنرين تيسا هالكي بوين تيسا بيت أو أرضاي يوحو أورتي بغوص إيا بحاجة بطا مريد سيف البحر حاجة بطا مريد وغوص بو أورتي وحيي قراتنا وقلوت اللي خيروا بكرة مركز النبي الله محمد وحتى لو صادر ماشي ذات سيد قرابي سنة الأوبرا علي بن أبي طالب هو النبي الله ذي فيها يسعد بن أخي وقاص النبي الله تيجي أنا حقه هو يبي أمنا بتوع مسحيدة هاريك زبير بن العوام والنبي الله تيجي هو الجديد الشيء خديجة اللي دوا هاي هي تقول عاصر ودنا ماشي وحي قط جين نبوي له بيقام سو قريش بيقام نيسا والحقيقة كتباتين وحدو كل من قريشه قريش ما نودي يدامينه ما قريش ما سابو سويا ما يقريش بسوق حيا اللي بدي نبي نبي وكانه نبي صلاة بكوتشنا وين جرى عين مركا شافت هنا أبو سويا كل ما تين مركا جرى عين قبل يا أبو سويا فان مكلم إلا محمد رضي صلاة كذا يقول مركا يكون يدين شيئين وات جرى عين هو مركا يدين قريش فان مكلم مركا بين يدين شيئين أبو سويا فان مكلم يدين عين واتي يجي بويا وحاجة كذا ما تين قريش ما مكلم يدين بيدام سنة وحبيك شو ذا غاب قال ينتبه ده انت يدين ورواه انه ويشتبه انت يقشان مالكي مالي نستقال بي قشان مالي نستقال بي قشان غلبه حقوق قياسي استقال بقل الى قلبه حقوق قياسي سيدا سيد مركة اهيد ومركة دقال شهال كاتو كتسي سعند ونبدود اللي استريوه اذ وقت بي اهيد وقت قدقال كاتو قشان اتا كوحي قطع المضاح والكربة نسو قشان كرا والكربة الحص أما هو على من عبادة أما لما ظنتم إذ وقت عبادة حالته لي ثلاثة أنتم منكم بالحدوة الدنيا دان تدو وحق مدينة دو هذا هيدين وهم يقولوا بالحدوة القصوى دان تدو حق مكاتبك أي يقول هاي اللي مكي حلقها والرب أوتي يتفر فينا أسفل منكم يلي نكوه سيسو حق بضع المرين ولو توعاتم هذا بالله من هيدين وأن تقال كتسكوه قال له هيدين أنت سكوسوا الدولة فيه لهيدين لا اختلفت مع الخلاف لأن كذي عاد بلان إذا كلفت إلى الخلاف لها وقال بعده لها دماء إذا كنت مصير جرينه خب ما هي سنة لما تقالوا بكرة ما كوالو غب كوالو ميزان قرية وحا وحب الله الآن بيستقوه لماذا ولكن واسكوه كما تنوي ليقضي الله منه الله حكمه رسوليه أمرا أمر كان أولا مفعولا فيه لصمعين لها كل يوم مركي أمر كان سكوله بعجزتها ستماتنا ليهلك إنه هلاك سموه وقال لمن أخوات في سمعنا إلا وقف هلاك سموه قف قال لي ولك سنية هاي من هلاك أخوات في هلاك سموه إنه هلاك سمع عنه إلا بجعب حقيقة ويحياء النولاد ومسلم النغضة معنا النولاد هو إيمانك يحياء النولاد ومؤمن النغضة من حي قف في النولان إلا مؤمن النغضة عن بجيلة مجعب يسمى معناها قفنا وخفق الصارين وحوي يسلى له كلا سموه وإن الله الله سبحانه وتعالى لسميعه كمغلوه أغواش عليم كروب وجديات إذ وقت بيعه إذ وقت قاسو يريكهم الله الله تتسي قالنا في منامك هدد على قليلة يبو يرح نبقى وقوم يونا يا قال لي وقضب يرح كاسو حوشي لي يتعبض ورواد لي لمن كان يبوشي ودنجلي أن صهر مني ويري بقى ديس القريم بأي واحد تعبض السلاة يبو فرفض الله تسوه يا عبد الله هاي إذ وقت بقى هذا الوقت قاسي يريكم يريكهم الله الله تتصي قال قمت وحيونهم قال في منامك وزاد وقبوت سخليل الحالة هي ولو أراكهم قال هذا هو تتصي لها كبير اليوم بنا
لفشلتم وابتل يوم الى ايدين ولتنازعتم واثمرتم الى ايدين في الامر ما ملكي حالتها كمر الى ايدين ولكن الله الله قال سلم وايدين كنبت به الى ابتل يوم الى فشلتان الا وايدين كنبت به قال له يرمى مركي لغتوش وابتدي وشاكتين هذا هو فخرين انه الله سبحانه وتعالى عليم بربوه في ذات الشدود قلبك وحكو شبه الاولى ما كان قلبك انه وحكو شبه الاولى هي هو ابتل يوم الى ايدين دين قالوا بدل اضمنا من تبقى عرفتهم اصدقاء صحابته وبشرتهم وقد قال يا علم اخر بدل بعض المصريين ثم تلقى ولو اراكهم الا هدوا خصوص لها عداله كثيرا الاء بدلهم لفشلتم وادخل يوم الهين ولتنازعتم واضمر من الهين في الامر حال كانت تمر من الهين امر كانت تمر من الهين ولكن الله الذي سلمكم عن هذا الله فشلاته وان كان بدل اليوم قال لي او يربا اركتي او سلاسه صحابه وشرت خلص على ان كو على كان انه الله عليم بالغيب بذات الصدور خلق لو واحد كشنا او حالتي من شده نمر هي كلين ما جو حتى كلين ولا هذيك كلمة انت بقى الله قال ويد وقت بقى هيدا وقت قاسي يريكموه الله قال لي ان تصي اذا التقيتم مركز صلاتين في اعينكم الكارجين قليلا هالبين ويقللهم ويقللكم إذن كانوا إذن يريدين ألا في أعينهم الكأرة قولة وإذن يريدين ما كانت كهر من أيها سعبده وحيورك قال لدي كو كأرك فدوات لدي وحلا منها فيورك أيها كواس قال لدي المؤمنين كو حيورك أيها وحير بيورك أيها رب الدابين يورك أيها في قولنا إلى وعب سلم وقال لدي مركز سعبده يريد إذا أركاء كما وشيثان مهيان إذا إسكوا إسكت عنا يا روحنا سيدا سيدي يالجرود مهيان مكي فوت للسرين يرونه مثلي قال لي مسلمين مكي فوت للسرين قال لي مسلمين وحال كان ينفع صلى الله عليه وسلم فيسوء الحياة لكن مركة ورئيس السوء سعداء قلب قلبك قلب لو حيث لا يبعد وهو حيا مركة قال لي قلب المؤمنين في نوي بيهد هو أسونا وي خلال دادر مركة أكاد ذلك يكي سعدين ويا الله وحوله وإيد وقت كشيك يا عمي وإيد وقت بيع حي مركة أسسوا هذين يريكموه الله إذن تسيق على ذلك إذا التقيتم مركز كلانتين في أعينكم من ديه النهار طالة أما إذا قليلا إن يريهين ويقللكم أن واحد يريهين في أعينهم من دهار إذا أعرق وقت وقال الله سيدا أولي لك ليخبر الله إنه ألا حكمه أمرا أمر كان أهم مفعولا كل فرح وهذه قال المؤمنين فتدت بدل وأكل هايين إنه سيودي في ذيب بألغة يابلها هذه المؤمنين قال فتدت بدل وأكل هايين نسلوا خلوه عبد الله بن مسعود ولسعود لذلك المدني نبقى نقول لبوني وما لين الزعين الشدوات الدنيين ما يقول الشدوات السنة وأمتنا وأكون في النور وألا يري الله بحوث يسود وإلى الله ألا حقيتا ترجع الأمور الموت للعلين يا بان ما مطمئن أن الله ما إسكال الله لصلاة أم أمره كوحد يريد جند الرحمن هاي هي جند الشيطان بأن الفوث يسود لي وحوية معجزات اللي يابلا تشعر بحيون الله وذولي هاي وإلى الله ألا حقيتا ترجع الأمور الموت للعلين فقال له يا أيها الذين آمنوا تلك مؤمنين تأمن إذا لقيتم مكة لك ولنطان في أحد الجماعة عدوها مكة لك ولنطان فاسبطوا سبنالا عرق إسكاء إلالية وي هذا الذي كبه غفت عرضينه ونجاح عرضتان وهوي قفت عرضه ما ينتبغت من سيدي سبع وهوي قفت عرضه معي المال عدو بإوالة عيسا واذكروا الله الله حصة كثيرة من بلن لعلكم تطلحون سيادة بولي ستان وقت قال الله وحد كذا في سجن طلب قانون فلا أقبل الإنسان ذكر قبلية سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله قرآن ولا عقل ولا العمل هذين لو صور يقول لي وكيف جرون دار يسيف أقريه لذلك سو فقينا وفوق لا يسرون لا آيات أقري عيد في الدنيا آيات سكون سهلني ما كان حوي ذكر قال له بقرار كل شيء الأول عرض خليك إلى لي في اليوم أو في الضبع آسف إسلام كان الله أخص إسلامه بل كثير يقولون واجد يا وحاكو قرى هذا وقت قاسي أمال لك الذكرية وحكا لك ساي وقت قاسي أمال لك الذكرية يا أيها الذين أمروا ذاتا أمنين كأه إذا لقيتم مكا لك لن تنفئة الإجماع مكا لك لن تنفئة عدو تدونها فاصبتوا صغلالا واذكروا الله الله حصة كثيرة من بلد أبقى بالذكر بها تقالين قرآن كبير التسبيح إيه التهليش إيه تسلق إيه وحاول استضوى دلوان لعلكم تفلحون في هذا الدولة الشتاء لنا على كلام إنكم تقال تكتشي ذلك واطيعوا الله الله أطيعه
والرسول والرسول في سابع قامتها ولا تنازعوا حدودين أو حمرمنا وهذا تودا فتفشلوا أسفل اليهودان هو تذهب أي بابادو أي تستطيع قوة دينه أي تستطيع واصبروا أتخيصة إن الله لمع الصابرين قوة صبر معه دوليان مركز ورد السعطان الزماعة كتان الخلاف في الإسكالالية سامعنا أنه حوالينه من جنوبيان نقلون أو رقانيه ما ممكن يسعط في يوحى الله وحي للصغير أولا هل قطي وإنه رقانيه قالي إياه ولا هذه الله سلي إياه لكنه قال كطفك لي هاي هذيك الله يفوضان أغطوني والدوان سليم جانب وحوالي وفلينه ما يشري والله مثلا ياعي وعلى الله يجب أن يسعر ومكت المرئة والبين الكلبين هذا هو رسعنا واطيع الله الله أطيع أبو ألي ورسوله ورسولك أطيع هذا ما كان تقال بيشر إنه واحد الله وإن اللي رسولك الله بعضك ولا تشهده وإن بالقرية ذي الدباسة ذي علاد الكتراني وإن ذاتك كوضة تشهده تروح كليه في دنيا النظرة أطيع الله ورسوله ولا تنازعوها مرمنا وهدات مدتاف تفشلوا في اليهودان وتذهب إبا بعضه تكتم على هيئكم ودي من تكتم واصبروا أكيت إلا الله ألا مع الصابرين أكو أكيت معنا وياه أكو هدان الصبر لهين الذي باتل المكبب قبوي وما أكيت كروي ولا تكونوها أهاننا كالذين كوي أو خلاء خرجوا بصوا بحجين ديان يقول لهوني بطر كيب الذك يو الرياء الاستسس والرياء الله تذكر الاستسس فيه ويسدون كوهر جوكسانا يذكى عن سبيل الله وضضع عليه والله قال لك بما يعملون وحي عمل صليان محيطه في القوبي وي وابتدئتنا قوبا تاعي هذا الفنك اللي لانه أبو جهل هذا الكسيب اللي بيجي هذا أبو سفيان العقل فذنبه هاي مكة أوكي هنا يجدتها حتى الجدالية من عقل جدت في مكة وقالك يقراش فريقهم تلك مهين وريائنا أو ثاني يمال ديواتا لنصر بحاجة نكاتنا وحرقنا جماعي سو حتى وحرقنا جماعي اشكال نقضوه دين اشكال نقضوه وكاسو أبو جهر مقل والله إلا أن نقضي إلا أن بدأ سعنه وقال إلا فقه لنا وكاسو كدرسة فينا وفرطيان نقضوه وقبلوها إبنو هيسا وان خمس إلا عبنه و أي عربي أقاتو إلا أنه ماشاني وعربي جدا بأينا نقص ودعيوني نقاهي من يسمو يعني كنا أن نقضي خمري وشيغ يوان كعب لها موتي دي كعب قبيه لها وينو هيسين والغض البرصي البرد والله برصي بكي ما شاء مريسو أبو سفيان دي تيرو دي دي أبو جهل من اللي جهدو أخلص بن شرين وديت بني الشهوري هذا اللي قلت كيف يربتك أها يعني وروح ديت بني الشهوري أهو إن السوء علي وحوية نبي الله محمد أفتنوى أنه هو أول أبتا وحنين كما هو تيني السوء علي كيف بني الشهوري مكا غير ربتك نبي هو يتقطع كيف اللي عجلين ويكبح عند قالت عمر بن الخطاب غير فاضية ويكبح عند قالت مركا أبو صفيان رجال في لها خمس قنوة عبدينا قبله لو أنه هي سيئة هاستي قبله واحد نقطي إنه قدو البراصي خمس قنوة عبد لها يعني موت بيك عدد مركا ما يشاء سالة المام ولا تكونوها أهانين وقوة قوة كبير كوصوة في حي ولا تكونوها أهانين كالذين كل خرجوا كبح من ديان البنوري ودرا كبير دبته وكبح ولآنا في السلس الدكة ويسدون كهر جوسد عن سبيل الله ألا والدليل والله الله سبحانه وتعالى بما يعملون وحي عمل صنيع المحيط واقوم وإذ وقت كشاك إذن لنبع لنشري زينا وقرحي لهم في قرشي الشيطان الشيطان أعمالهم عمل كي كجدان وإن النبي كدولان وقرحي وقال من حكول الله غالبا لكم وحي لكاء كان كرمتشل اليوم ما تؤمن الناس ذاتك كمدا وإني أنا أقول الجار خالي يعني هنا هلا كذي كواي بجرب ثانية فلما ترى أتيت أثاني لما دي جماعة ما كنت أكان نكست وقودي بقولتي على عقبين عريت شيء ذنب وقالوا إني أروه بريء نهت بريبان تعال ثاني خلاص عملكم إذا كم تشيلوا إني أروه أرى وحنا أرتا ما شاء الله ترونا إلا نكين وأنا هت ملاك كانك إلا وشيطان وملاك وقت كذي إني أروه أخاف الله الله ما كبقى يا أبو الشيطان الله كما بقينا وحبت ترين بقرنك ما كنت أقول أنا أخاف الله والله ولا شديد العقاب عقاب تيسو كي درن ثاني وحالي في أقول أشد مركي السوب حيان وحلك يا بابلين قبيل لي دهدو ده ريبني بكر وريبني مدلد يا دين عودة تقنا ما كو أي كل شيء كيسي دين مدلون ما كبحنا أما يقول هذا سوء أين عولنا إن دبت شديان قول هذا شيطان باوي من أي مركة وقول هذا بقر كوني سورة دولين سورة قبيل مالك من فعشم
شيطان سورة سيري أولي بعلوة طاوي ملاي وحول وراني قصو سراقا ميني كما بقى إذا قلت عليها فلي مدريكي فهو يسعنا أنه وإن قرب تاقنا ماشي المدكي اللي يمضى ملايك تروح أكي يجيبوا قرية يوم ملكة ملك جبريل يسيسبوا ويقول لك أن ملايك يجيبوا قرية وحول واحد أنا الكيم بارك من قالوا ملكة وقعنتها يجيبوا هو السراقه ما ماشي لا تكفيت يقول لا اللي اشتكيت لما هوادك إلا وإن قرب تاقنا شيطان ألقى سكرة الحيوان إذ وقت بيع هاي زينا وقر في يلوم يلا الشيطان أعمالهم عمل كوشين عمل كي كوشين إليه الدولان هاي وقالوا فكور الله غالب الله وحيد وحيد كغالب لقد مكر اليوم ما أنتم من الناس الدرس وإني أعلمون حتى السراقاء الشيطان بعد ذلك جاروا أن إذين كالبين لكم إذين كالبين كالبين وواكروا إذين مرتب ثانية وواكروا مساعة اليوم فلما ترى أصدر أثاني لما بالجماعة مكي ساكين ملائك في نسمه نكسوا حدودكم قرسيين على عقدين حسك شيء تمام وقالوا حلينا لك بريء منكم بريبا لذكاء يقول لك كال مني إن أنا وراء وحنا سمالا تدور وحينا لك إما نتا لا يكفي سوى أركا يقول ملائك ما أركا إن أنا أخاف الله الله من كبقية والله ألف إن أخاف الله الله من كبقية والله ولا نسبيد العقاب عقاب في سكوية رجاء ويبركة شيطان مكتلين الله من كبقية معنين وحوي وقنوات هني كروا والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون إذ وقت كشيكي يقول المنافقون منافقون تأي الأهلين إيا والذين كوئي في قلوبهم قلب وغم رجل شفع الكتب في وشك لقبا غر وحاكوك يدي هؤلاء قوة الأصحاب في الشيخ يدين دين توديوا كتب معنى دين توديوا وحي كتب الله بعيد لك الوالدين قرقالي لذين كوضبي يا رب قال منافقين تبا سدال ومن يتوكل على الله فإن الله العزيز الحكيم قلت يا الله ثلاثة ساعة من عصة ساعة ساعة أنك سوى مرافقين تعطوا حياة هاي البالي دفر بدن واحد كريم ما كتشروا بحث وشتوا كتشري توحيد كان قبصدي لا إله إلا الله لكم مغلق تكا تمرك قريسة لصوتها قريسة لصوتها وانا شكي سيئ مينو شكي با كتشري إيجي جيكا كتشري مركاتي وحي أرسى يا صحابة دي مركاتي وإلا كوا دين تودوا كتشري سيئ وحان كرينو شعبتين ودين تودوا يوحي كاي دان إلا كري إلي كا قرقات إلا كري منافقين تبعث دان بدر ليه بدر ليه منافق يكون كري أصحاب بدر من منافق يكون كري من منافق يكون كري الوقت يقول المنافقون منافقين تأجل هاي نبال خشاك يقول الذي نقول في قلوب من قلب والمرض من كيف يكتب قرروا حاكوك لي هؤلاء القوة دين الدين تجيب حاكوك لي ومن يتوكل قصي ثلاث ساعات على الله أن قصي ثلاث ساعات فإن الله أن عزيز في غالب هو الحكيم الأخلص بركة تلك عن منافقين فأهين هي وهدي حتى سقط خد على ويترك إما تسيدي نوزك من أبي جبارة أو خلع نوزك من جبارة أو خلع وقال لي كيف بني قريض إنت الله تري وسبحان الله مسلم وقال لي كيف يوجد نوز وأتك عبر الإسكو صاحلة مكا منافقين كالصحابة النبي ما لها ساس وكلا منافقين بل الله سبحانه فإن الله أنه ومن يتوكل فقط ثلاثة ساعة على الله أنه وقال الله أهين في سمدين وإسكوها اللي فإن الله أنه عزيز خالق وحكيم وفرصة يعني عدي الله ثلاثة ساعة عدي ونصر روان كتبه الله سبحانه وتعالى سوى راسي هو أمام مولانا ولو ترى هذا الأرض لا نتبالي فقط سوى عرشي كشي روبي إذ وقت يتوفى الذين كوي أي كحيني في وقتني تولفت كقادة كبرو قالوا الملائكة ملائكة كارون الملائكة كقادسة يتوفان فاعشا والملائكة يضربون حرائق جراعيا الملائكة وجوههم قالوا وجيها الكون يو أدبارهم ضبطوا لها جراعيا ومن كي قالوا بسيلا وشي شيدا نوشي قالوا في الجراع من كي شي شيدا نرمضا لها الجراعي وتقول ملائكة وحيكوتي لجوكو تقامية قالوا دي عذاب الحريقي قبيت عذاب كيدا تقامية ومن كي نفق لها قالوا يقول لها فدا صحابة أبو جهل نبر كيسة يقعد كان نبر صلحة وتكمل لا رسول الله نبر كاسة على النبي ملائكة تقول فتيه بل كان نبر رفض أن الملائكة أوكي سيكتك ماشا كل الفي يا الله وقت وصيدا القرآن في شبه الملاء محمد الشيخ ملائكة قراء عالي ملائكة ما المنبى نبر لكن مالينا دلال صباح كبقى شيء مالينا فجل فالك الساح ما الله قال بشارة وبيقول ملايين ولو ترى هذا الأرسل هاي إذ وقت يتوفاعي أو صنعين ونفق كقاريين الذين كانوا يكفرون قالوا الملائكة ملائكة أوصلين وكحيلين يضربون حرائق جراعي وجوههم وديان كورا يوم إدارهم الضبطة
وتظن ملائكة أن تكفي الوقوف الدمية عذاب الحريق نفسي بعلم القادة ملائكة وحيك بذلك عقاب فائد من هيسا قال بي بما قدمت وحي هرمت بسبب كتوه أيديكم جعمين وزنبه جعمين لا هرمت المعنين وغير الدمية أتشينه جعمه الله عبدالي جعمه إنسا بربيعي كما جسمه أي أفوح وكلب صدي يقول وحي قلب صدي يقول وحي قلب صدي محولي والله وتقبني جعمه الله عبدالي أفعاش إنسا بربما جعمه كسر ذلك عقاب فائد من هيسا قال بسبب ما شيء سببت ويقدمنا هرمت أيديكم جعمين وأن الله الله سبحانه وتعالى ليس ما عبد الله في ظلمين للعبيد أضمها إذا الله في ظلم ظلم كل صاحب ما للعبيد أضمها وحال إلى هذا الظلام أمثلة مبالغة ما وهوي نسبة إلى نسبة حرفة أخرى بقال قفك بطل كيبية قفك عبد كيبية عقار ذلك فذلك بالذات معناه أن الله ليس بذي ظلم الله سبحانه وتعالى أكثر من ظلم من الأرض وإن الله ليس ما نفضل الله من فضل مياه للعبيد أظمها كذا في آل فرعون بك الجواب سبيل شاء سكوك ما إلا العقار أرسل عند رأيت أمر فظيعة أمر لقائد في حالات العين والمعلم دابهم قال ذا سريع قريشيات حالات ضوضية نقل كون كذا في آل فرعون فرعون يدكي في نقل كونهم ومحونا قلقونها يولدين أخوي من قبل يكون ذي سكوان قلقون من طاعة كبروا بآيات الله آياتنا عليك في على ذلك فأخذهم الله الله ما قبقين بذنوب ذنب ونبقى مركا قوة هي قريشين وعباسين بلاحين قلنا عقابا يناس تكيلي وحي لتقي كافر عنا خلي مرمى يتكذمدين حقا قال من الآيات اللي بينني يحق ديك يتكذمدين مكا وحوية أتواسوا به بل هم قوموا تأخذوا إيه صدر ذات من بالك قالوا الله سوى الأرض إيه صدر ذات من بالك مكا صدر ذات من الضغيان كانت كلهم داتهم لقل كور مشركوا العرب كداب آل فرعون فرعون إيه آل كيسا لقل كور يوم كانوا يعادلون يوم الذين يقولون قبل يقول يقوم الوفي يقوم شعيب يقوم كذا كفروا ويقالوا لفواس بآيات الله هو نواك آمن مكا الله نمحوظ لنا فأخذهم الله الله قبطي في ذنوب الذنب ولا ذنبي إن الله الله سبحانه وتعالى قوي كأود لو حوق فلمون وحوق في سعيد كبح سكر سيحيد كنا بقلق أسام إنما كلاه شديد العقاب عقاب في سنة آد وآخر سايم ويا الله سبحانه وتعالى بس عقاب سأل الله وحيد ديار الساي عد الله عد حق في ديار الساي عد حق في ذنب قلنا لسيمتي سوا الله سبحانه